تحياتنا لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بيكم في كلام جديد. الحقيقة دايما في كل أسبوع بيبقى همنا إن احنا نجيب كل الأخبار اللي عدت من حلقة لحلقة، مش بس الأخبار المهمة ولكن كمان المواقف اللي بيسجلها التاريخ واللي بتسجلها كل الدول سواء العربية أو الدول الأوروبية لمصر. وعشان النهاردة حلقة مهمة وفيها كلام كتير وفيها مصر كالعادة هي رأس الحربة، هنبدأ النهاردة معاكم في حلقتنا مباشرة. خلونا في أول الحلقة نرحب بضيفنا الكريم والعزيز الأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم ومفوض حمل الدعم مؤسسات الدولة في الفيوم. أهلا بحضرتك يا دكتور، وتحياتنا لحضرتك في أحداث مهمة بتمر على بلدنا خلال الأسبوع ده. أهلا، زي حضرتك وزي الصحة، تحية للسادة المشاهدين. بحبك يا مصر، فعلا بنحب مصر وبنقول مصر عظيمة بشعبها ورئيسها وجيشها. الأحداث بتاع الأسبوع ده أحداث كتيرة، وحضرتك ممكن الناس ما تفهمهاش صح، ما تفتكريش إن اللي بيحصل على الساحة بعيد عن قدرات مصر، لا، كله حضرتك برغبة مصر، بإرادة مصر، بقوة مصر، بقوة جيشها، بعبقريتها، بمخابراتها. حضرتك الأحداث دي هتتفسر بعد 50 سنة عقبال ما حضرتك حد يقدر يفهمها. رئيس ربنا يخليه لمصر ويحفظه، أهم حاجة عنده شعبه، أهم حاجة عنده جيشه، أهم حاجة عنده قدراته العسكرية وقوة الجيش. طول ما أنت قوية، طول ما حضرتك محدش يقدر يجي عليك، طول ما حدش يقدر ياخد ميتك، محدش هيقدر ياخد نقطة من مية النيل. هو قال كده وكلنا متأكدين من ذلك. حضرتك هو بينبه وبيدوس على زرار التنبيه لكل، بيحط مجلس الامن، بيحط حضرتك الجامعه العربيه، بيحط الناس حضرتك في مسؤوليتهم علشان ما حدش يعتب بعد كده، لان حضرتك ممكن بلاد تغرق، ممكن ضحايا حضرتك. احنا داخلين يعني حضرتك في ناس بنتعامل مع ناس ابي احمد مش فاهم، هو حضرتك هو ما دخلش كليه حربيه، هو حضرتك هناك كده بيتطوع وراح خد بكالوريوس هندسة وتخصص في علوم الكمبيوتر، وحضرتك كان متخصص في الأمن السبراني في أثيوبيا، هو اللي ماسك تأمين شبكة الكمبيوتر بتاعت أثيوبيا لغاية الآن، هو مشرف عليها. فحتى التأمين بتاع شبكة الكمبيوتر حضرتك حصل هاكينج ليها من شباب صغير كده، مش عارف منين، بيقولوا مش عارف شباب الأهرام ولا مش عارف ايه، هم بيقولوا دول مصريين مش عارفين، وباظ 37,000 كمبيوتر هناك، الشبكة وقفت والشبكة المعلومات بتاعت أثيوبيا وقفت. يعني حتى التخصص بتاعه فشل فيه، يعني هو مش عسكري بس هو واخد مقدم أو عقيد كان مخابرات عن طريق بكالوريوس الهندسة ده، وعن طريق انه حضرتك أمه من الأمهار ووالدته من الأمهار واتجوز واحدة برضه من عسكريين من الأمهار. فحضرتك هو مش يعني ايه فاهم ان هو الحرب بتبقى حضرتك حشود كده بيحطهم على الحدود، وانه حضرتك الدم هو عالي واحنا حضرتك السودان مستوى اوطى منه، فمتخيل انه هيضرب مثلا مش عارف ايه، فعايش في العصور الوسطى، فهيبقى في حضرتك اراقة دماء كتيرة، وهو راجل دموي موت 150,000 في تجارية. عندنا الحرب مش كده، الحرب حضرتك فايدتها ان هي تفرض السلام، ان حضرتك القوه تفرض السلام، فهو مش فاهم، وهو فاهم حضرتك برضو الموضوع مش موضوع السد، موضوع تامين الميه بتاعتك، موضوع ان الميه ما تستغلش سياسيا، ان حضرتك ما ينفعش الميه تبقى تستغل في الجانب السياسي، دي حقوق شعوب. فهو مش فاهم، يقول لك هعمل 100 سد مش عارف هعمل ايه، وهو يعني مش هيقدر ولا هيعرف ولا حضرتك في امكانياته، البلد هناك بتتفكك، فحضرتك بس ايه مجهد انه حد عايزك تضربيه علشان الانتخابات وعلشان حضرتك يكمل. فاحنا بنقول انه حضرتك احنا الاداره المصريه اداره قويه جدا، اداره مخابراتيه من الدرجه الاولى. الكلام اللي هنفهمه هنشوف دلوقتي رئيسنا بيتكلم بيقول ايه،
وهنفهم بعد شوية إن شاء الله إحنا عملنا إيه في جامعة الدول العربية قبل كده في مواقف مشابهة. نعم. البلاد العربية تضمنت إزاي معانا وهنفرض كلمتنا حتى لو بلاد لها مصالح معينة في أثيوبيا. حضرتك ما هتشتري مصلحة مصر، لأن قوة مصر وأمن القومي العربي مرتبط بأمن مصر. حضرتك أمن مصر، أمن القوم العربي من غير أمن مصر مش هيبقى موجود. صحيح. وحضرتك احنا جاهبنا قبل كده، العالم العربي جاهب قبل كده. فحضرتك بعد كامب ديفيد أما حصل صدام وحصل المشكلة، إيران كانت هتخش على بغداد وكانت داخلة على البلاد، يعني حضرتك ما وقفهاش إلا مصر. فحضرتك الأمن القومي العربي مرتبط بالأمن القومي المصري. وهنسمع هيس ونستفيد ونعرف، عايزين نثق في قيادتنا، نثق إن كل خطوة بتتعمل في قدراتنا وتحت إرادتنا وبموافقتنا مفيش حاجة بعيدة عننا ومفيش حاجة معمولة اكتشفناها كده فجأة. لا حضرتك احنا اللي بنسوق، محدش بيسوق. طيب خلينا نشوف مع بعض كده ونفتتح حلقاتنا بكلمات السيد الرئيس، ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم في حوار عن التحركات العربية لمصر والدول الأشقاء العرب تجاه قضية سد النهضة. خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا كلام من ذهب وكلام يتاقل بالذهب من السيد الرئيس بيصارح فيه شعبه عن حقيقة الوضع. والحقيقة الرئيس العالم كله بيشهد له ان هو من الزعماء القلائل اللي بيتكلم بالصراحة دي مع شعبه، يعني ما فيش رئيس دولة او زعيم او ايا كان مسؤول بيطلع يصارح الشعب زي ما الرئيس بيتكلم بالشفافية دي. دكتور، كلام الرئيس بالشفافية دي بيعكس قد ايه الثقه اللي بيحطها الشعب في الرئيس، والثقه برضو الرئيس بيحطها في شعبه انه يتفهمه. هو رئيس بيراهن على وعي الشعب المصري. نعم. فبيقول لهم، بيفهم وبيقول يا جماعه لازم نفهم، لازم يبقى في وعي. فبيقول حضرتك حتى في داخل القوات المسلحه هو بيؤمر حضرتك انه حضرتك ضباط الصف يفهموا الجنود، حضرتك القيادات بتفهم حضرتك اللي تحتها. فحضرتك حتى في القوات المسلحه، فبيقول ده انا بعمله في القوات المسلحه حتى وانا ساعه ما كنت وزير الدفاع بعمل كده. فبيقول انه يا ريت ان كل واحد حتى في بيته يفهم اولاده، يفهم يعني ايه دوله، يعني ايه دوله، يعني ايه ان الدوله قويه، يعني ايه جيش قوي، يبقى فاهمين يعني ايه حرب. حرب يعني ايه؟ يعني دمار. حرب يعني ايه؟ يعني قواب. حرب مش ضربه وخلاص، لا حضرتك حرب يعني حرب شامله، لازم حضرتك تخمد كل مصدر للنيران او مصدر للقوه في الدوله دي. نعم. فحضرتك اما تبقى حضرتك رايحه تحابي حتى لو هم مش فاهمين يعني ايه قيمه، يعني ايه حرب، لا في حضرتك احنا فاهمين يعني ايه حرب. صح. يعني ايه حرب؟ يعني حضرتك خسائر في الارواح كبيره، يعني حضرتك خسائر في الاقتصاد كبير، يعني تراجع في النمو في الاقتصاد. حضرتك رويترز النهارده بتقول انه حضرتك في اثيوبيا في حضرتك ناس كتير بتسحب الاستثمارات بتاعتها. حضرتك بعد قرار الجامعه العربيه حضرتك البلاد العربيه مش هتقدر حتى لو ارادت ان حضرتك تستثمر في اثيوبيا، مش هينفع بعد قرار جامعه الدول العربيه حتى لو مصلحته هيستثمر، لا هيشتري خاطر مصر. السبب لان الامن القومي المصري هو مرتبط بامنه. حضرتك من غير امن، من غير مصر عمود الخيمه مش هيبقى في خيمه. صحيح. حضرتك فانا دلوقتي يعني حتى حضرتك احنا شفنا مجلس المجلس التعاون الخليجي تاني يوم على طول بعد مجلس وزراء الخارجيه العرب اللي حضرتك تم عقده في قطر. حضرتك ليه قطر؟ لان كان عليها الضوء، انما حضرتك برضو علشان رساله انه اي خلافات عربيه بيننا وبين بعض ده داخل البيت العربي، انما محدش هيدخل داخل البيت العربي لان كل مصالحنا وحياتنا مرتبطه ببعضها. ما ينفعش، مصر هي اساس الامه العربيه، الامه العربيه هي الغطاء بتاع الخيمه كلها، احنا مع بعض، من غير بعض ما ينفعش. اي بلد هتدخل مهما كان مصالحنا فيها هنشتري خاطر بعض، ولازم نفهم ذلك ويبقى فاهمين ذلك. هم مش فاهمين بس، احنا فاهمين ذلك لانه عارفين كويس، واحنا بنراهن مظبوط وقايين الخريطه مظبوط. وحضرتك جهاز المخابرات بتاعنا جهاز قوي فاهم الحرب دلوقتي. حضرتك اقصى حق يعني الحرب فعلا هي حرب مخابرات، حرب حضرتك 73 حضرتك العبور، حضرتك نسمع عن الضربه الجويه حضرتك العبور بتاع الطيران
التحق لحضرتك. بعد كده اكتشفنا انه حضرتك طبعا ضرب عظيمه وكله، بس حضرتك تم اخماد ايه الدفاع الجوي الاسرائيلي ما كانش شغال ده حضرتك عن طريق المخابرات حضرتك، ففوجئ انه تم حضرتك ضرب بجميع الخطوط بتاعه الدفاع الجوي الاسرائيلي وتم العبور. فحضرتك الحرب عباره عن معلومات، الحرب عباره عن قوه الجيش او قوه المخابرات بتاعتنا. فاستقرار بيساوي استثمار، وعي بيساوي استقرار. لازم الناس تبقى فاهمة ان لازم يبقى عندها وعي وواثقة حضرتك في جيشها، والثقة في الجيش ده اساسي، لان حضرتك جيش كل ما تثق في جيشك كل ما جيشك هيثق فيكي، وحضرتك ثقتك هتقع في محلها. يبقى انت هتثقي في قدرات بلدك، قدرات جيشك، قدرات حضرتك رئيسك، لان رئيسك رجل حضرتك مخابرات فاهم بيعمل ايه وبيحب بلده جامد بيبنيها. انت حضرتك اي يعني احنا دلوقتي حضرتك رئيس بيتعب ده كله ليه؟ يعني حضرتك ايه التعب ده؟ ده حضرتك بيقول لك انتحار، فعلا ده انتحار اللي بيحصل، انه حضرتك يوميا بناء مشروعات جديده، افتتاح مشروعات جديده، بنى البلد بتتبني، مصر بتتبني، بحيث انك انت كفاض من الشعب مش عارفه تلحقي ايه اللي بيحصل. حضرتك بتمشي النهارده تلاقي طريقه عمل، تلاقي كوبري اتعمل، اتعمل ده امتى؟ صحيح. والله فعلا يعني حضرتك فاهم كلام ما تعرفيش. طب عشان الشارع ما يتقطعش يعني عشان حضرتك ما يتعطلش المرور، تلاقي حضرتك قمر حديد طوله مش عارف 100 متر و50 متر وكم ألف طن متحمل على اوناش وعشان يركب في نص ساعه. ايه ده؟ انت حضرتك دي مصر؟ دي مصر حاليا في عهد الرئيس. فلازم حضرتك من شكر النعم ومن شكر الله شكر العباد. اما تشكر الناس يعني لازم نفهم معنى الحمد ومعنى الشكر، ان يعني نحمد ربنا ونشكر عباده، ما هو ده لازم. فحضرتك احنا مش اما تشكر الرئيس او تشكر الجيش او تشكر على وقفتهم معانا في هذه المواقف، حضرتك انت بتؤدي فريضة عليكي، مش حضرتك مش بتؤديها كده، لا ده فرض عليكي عشان ربنا يتقبل اعمالك، لانه ده عمل. صحيح. عمل وتعب. صحيح. فحضرتك قال لك الحرب بيساوي الخراب، عدم استقرار يساوي دمار. التعليم لابد من تنمية الوعي في المدارس وفي التعليم، الناس تفهم يعني ايه بلد، يعني ايه مصر حققت انتصارات. مصر منتصرة حضرتك في اخر حرب في 73، ومش وانتصرت في حرب الخليج ومش هننتهزم تاني، خلاص الحمد لله عدى الموضوع ده. مصر قوية دلوقتي، عندها قوة وضع. حتى رئيس هنسمع دلوقتي إيه احنا ايه توازن القوى، قال لا اكتر من توازن، احنا عندنا لدينا قوة وضع امام اي حد، امام ايران، امام اي دولة بتفكر انها تيجي على الامة العربية لدينا قوة وضع. النهاردة كان وزير التجارة السعودي في اجتماع مع الرئيس، والرئيس قال تاني حضرتك امن الخليج من امن مصر، وكذلك امن مصر من امن الخليج. نعم. فاحنا مش بعاد، العرب هم العرب، وهنفضل دوله، احنا دوله عربيه، حتى يعني حضرتك هنفضل انتمائنا عربي وهنفضل دوله عربيه، وحضرتك البلاد العربيه واقفه معانا وواقفه مع الاخت الشقيقه الكبرى مصر. حضرتك الكلام اللي اتعلمناه زمان في التعليم وفي التربيه القوميه ده كلام حقيقي، مش كلام وخلاص، ده كلام في دمنا موجود. فبنلاقي حضرتك الميزانيه دلوقتي تريليون و800 مليار جنيه، مصر ميزانيتها دلوقتي داخله على 2 تريليون. ورئيس قال لك ايه؟ انا مش عايزها تريليون جنيه، ده انا عايزها تريليون دولار. نعم. ده ممكن يحصل؟ قال ان شاء الله هيحصل. انت عندك حضرتك محور قناه السويس، كل البلاد بتتنافس انها تاخد فيه، حضرتك زي الطرطه وكل واحد بيتنافس ياخد خط حضرتك عشان حضرتك يعمل ايه؟ عامله له حضرتك استثمار، عامله له حضرتك تدعيم جامد، وعامله له حضرتك اغراءات عشان يجوا، عشان نبقى زي سنغافوره وزي البلاد ديت. حضرتك احنا ابتدينا بولندا، اتحاد اوروبي ليه مصالح دلوقتي في محور قناه السويس، روسيا ليها اكبر حضرتك واخده 2 مليون كيلو 2 مليون متر مربع واخداهم حضرتك علشان ابتدت تعمل مصانع، 36 منشاه كبيره معموله هتبتدي تعملها روسيا وابتدت تعملها. حضرتك عندك محطات نوويه بتتعمل وطاقه نوويه هتطلع. حضرتك انت مش قليله. فحضرتك ما تفتكريش انك انت اللي بيحصل ده حواليكي انه بعيد عنك او بدون ارادتك، لا انا حضرتك بقول يا جماعة دي مسؤولية مجلس الأمن، إنه البلد دي بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. أنا أقدر لوحدي، الجيش المصري وزير الخارجية قال لك الجيش المصري مش هيغلب. صحيح. بس حضرتك إحنا جزء من العالم، فبنقول للدول دلوقتي
دي لو حصل بعد كده لو الخزان اتملى هيحصل بلاد هتغرق. نعم حضرتك احنا دلوقتي في فاصل بعد كده بلاد هتغرق، فحضرتك بيشوفوا مسؤوليتهم وبندرسها مع بعض بنتدرس الموقف. بس حضرتك لو نقطة مية نقصت مصر مش هتستنى، يعني حضرتك خلاص يبقى الناس عارفة واحنا قلنا ونبهنا، فده حضرتك مهم جدا. فمصر هتفضل حضرتك المية بتاعتنا النيل ربنا خلقه وهيفضل، ومفيش حاجة خالص، لأن حضرتك أول حاجة اتعملت كانت عملية جراحية اللي هو المية هتستغل حضرتك في الفشقة، وفي حضرتك عايز ياخد نص السودان. السودان جيشه قام حضرتك وحصل اتفاقيات مشتركة بيننا وبينه وخد الأرض كاملة، فحضرتك هو المية مش عارف يعمل فيها ايه. كمان في التصميم بتاع السد مش عامل التوربينات انها واطية، فتحات التوربينات عاملها عالية لازم يتملي السد عشان تشتغل كلها، فهو حضرتك بنى حاجة لشعبه مش عارف يستغلها. صحيح. مش عارف يستعملها، فعلشان كده هو عنده هياج حاليا ابي احمد، فعمال واحنا فحضرتك واحد عنده حق لانه بيتضمى ضمى نفسه، فاللي بيضمى نفسه حضرتك احنا مش هنضمى، يعني احنا بنحافظ بقى على شعبنا، نحافظ على جيشنا، نشوف حضرتك بلادنا، نشوف بلاد العربيه معانا، نشوف مصالحنا فين، لان احنا مش فاضيين للكلام ده، احنا بنبني شعبنا. صحيح. بنبني بلدنا احنا حضرتك، تعليم، صحه، صناعه، سوق عمل، زراعه، حضرتك احنا في كل المجالات رئيس باني فيها ومستثمر فيها استثمارات رهيبه. نعم. فده حضرتك مش هينفع خالص ان احنا بنتكلم دلوقتي عن احنا بننمي وبنبني، مش فاضيين للكلام الفاضي. طيب خلينا نشوف مع حضرتك كده الفيديو اللي جاي ده، خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو اللي جاي ده ونرجع نكمل كلامنا عن الاحداث الاخيره، وخصوصا في سؤال هنسأله للدكتور عن طبيعة الاجتماعات اللي تمت بين مصر والدول العربية واللي طبعا اتكلم فيها، ولكن عايزين نعرف هل لو الدول العربية وقفت موقف موحد تجاه ما يحدث في سد النهضة، هل الموقف ده هيبقى ليه يعني تأثير في تراجع أثيوبيا عن التصريحات المتخبطة اللي بتقولها أو عن موقفها تجاه مصر؟ خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع ناخد الإجابة من دول. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وشفنا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفيديو ده وشفنا مع حضراتكم كلمة الرئيس في القمة العربية. الكلمة دي مهمة جدا لو توقفنا عندها، لأنه استعرض فيها كمان الهجمات اللي تمت على السعودية وتمت على الإمارات. اتكلم في الجانب أو المملكة العربية السعودية، اتكلم عن الهجمات لما تملكه السعودية من قوة، وهي طبعا القوة النفطية أو النفط، واتكلم طبعا عن الملاحة بالنسبة لدولة الإمارات واللي تعرضت برضو لهجمات إرهابية. ولكن سؤالنا للدكتور دلوقتي عن الفيديو ده، الجملة دي أو الخطاب ده خطاب يعني مصر استبقت فيه أو كالعادة رؤية استباقية اللي هيحصل فيما بعد في المنطقة لو لا قدر الله حصل أي نوع من الخلاف بين الدول العربية. هو كان في سؤال لسيادة هايس أنه هل مصر لم تتعاون مع إيران منذ 40 سنة ومش فاتحة الباب لذلك؟ طبعا أي شعبين في مصالح، فهل حضرتك هل في اتجاه، هل ممكن يحصل في يوم من الايام تعاون مع ايران؟ فلا، هم عارفين كويس ان عشان نتعاون معاهم لابد من يتم عبر الخليج، لان امن الخليج من الامن القومي المصري. فحضرتك ده عباره عن دليل وخريطه طريق لينا. مصر قال لها مش دول اهلنا وناسنا؟ ممكن نتفاهم على حاجات كتير، لكن مش ممكن نتفاهم ان امن الخليج يكون مهدد. نعم. لازم الخليج يبقى مرتاح ومطمن. ده شهود. ايران عارفه كويس. طب قالت، طب لو ايران عن طريق الغاب، قالت لو الغاب خلص مشاكله مع ايران، قال لها التوازن موجود واكثر من توازن. فمصر القويه هي قوه رد عربيه موجوده بما تملكه. نملك قوة، نملك توازن مع إيران
في أي وقت مع أي قوة إقليمية حضرتك موجودة نملك معها توازن. حضرتك وإحنا عدينا قبل كده مشاكل كتير إحنا والأمة العربية، فمش هنيجي دلوقتي ما نقدرش، لا هنقدر، ده إحنا أقوى بكتير، إحنا أقوياء جدا، السعودية قوية جدا، الإمارات قوية جدا، بس مع بعضينا. فحضرتك إحنا منظومة عربية كلها دلوقتي، حضرتك لازم هنعرف إن إحنا إن شاء الله هنعدي هذه الأزمات. فحضرتك مصر قوية مطلب مش بس للأمة العربية، لا إحنا عايزين نقرأ الصورة كويس. مصر قوية مطلب للاتحاد الأوروبي، وإحنا هنشوف دلوقتي حضرتك وزير خارجية لوكسمبورغ اجتمع مع سيادة وزير الخارجية المصري وأعلن حضرتك تأييده طبعا لمصر، الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن حضرتك مصر موقعها الاستراتيجي، وحضرتك مصر عدالة قضيتها، حضرتك لأنه حضرتك اللي بيحرك أثيوبيا قوى حضرتك خارجية هتفسد أثيوبيا نفسها، وهتعهد المنطقة لعدم استقرار سنين طويلة مش سنين قليلة. احنا شفنا حضرتك من قناة السويس حصل بس شوية اضطرابات، السفينة حصل لها انزلاق وقعدت ست أيام بعدها كان حضرتك احتفال من السفن، كفايه حضرتك كانها بتعزف بتضرب جهاز الافراح وهي ماشيه، علشان بس ايه اتعطلت. كان حضرتك البحر المتوسط حضرتك والبحر الاحمر لغايه المحيط الهندي كله طوابير سفن عايزه تعدي. فحضرتك غير قابل الامن القومي العربي غير قابل للمساس، لانه حضرتك احنا عندنا كميه النفط كل اللي طالع من الخليج، حضرتك اللي طالع لاوروبا واللي طالع من الولايات المتحده بيعدي حضرتك من عندنا، فما ينفعش هذا الكلام. في عندنا حضرتك محور قناه السويس دلوقتي هيبتدي ان شاء الله في صناعات جديده، وحضرتك في روسيا بتستثمر فيه، حضرتك الاتحاد الاوروبي بيستثمر فيه، حضرتك قناه السويس نفسها، ما ينفعش هذا العبث. في كمان حضرتك احنا لسه هنشوف الكلام ده النهارده في طريق الحقيقه حضرتك القديم اللي هو حضرتك الصين حضرتك عن طريق ميناء اللي بنيته كتير في باكستان، وحضرتك ده هيبقى هيعمل تغيير كبير في الخريطه، لان هيبتدي خطوط بحريه هتعدي حضرتك من قناه السويس. فحضرتك ده ربط بين الشرق والغرب كبير. الطرق البهية مش هي الحل، لان الطرق البهية حضرتك سفينة الحاويات بتشيل قد ايه، بتشيل حضرتك الايفا جرين اللي كانت عندنا دي اللي كان فيها المشكلة شايلة حضرتك 18000 حاوية. يعني ايه 18000 حاوية؟ يعني 18000 عربية نقل بتشيل وتمشي حضرتك في الصين مثلا، لو هيرتبط بطريق عن طريق روسيا او عن طريق لغايه اوروبا، عايز 18000 عربيه تشيل اللي هتشيله الحاويه دي اللي هتوصل لمين تفضيهم. حضرتك ما يعني احنا ما كناش يعني حضرتك مع الامكانيات دي كلها قلنا هنقعد شهر نفضي فيها عشان نفضيها بس، وايه نركنها ونعومها ونحطهم تاني. فحضرتك الموضوع مش بسيط يعني، لا ده اقتصاد عالم، تجارة عالمية 20% بيعدي منها ل 15%، ده حاجة جامدة جدا، وده بالنسبة للعالم. طب بالنسبة بقى لأوروبا وبالنسبة للصين الطريق ده وبالنسبة لأفريقيا، لا ده 40-50-60%، فالموضوع مش سهل يعني. طيب خلينا نشوف مع حضرتك الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا في النقطة دي، نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. شفنا مع حضراتكم الفيديو اللي فات وعايزين نسأل يا ترى ملف صد النهضة رايح فين بعد التقرير شفناه. دكتور التقرير ده لو لخصناه للسادة المشاهدين معانا نقدر نطلع منه بإيه؟ هو في كل الأحداث اللي حصلت، في حضرتك قمة وزراء الخارجية العرب اللي عقدت في قطر، القرارات بتاعتها بالإجماع إن حضرتك بتقف جنب الحق المصري، وان حضرتك رفعت الموضوع لمجلس الامن اللي حضرتك بتحطه في المسؤوليه وبتحمله المسؤوليه، انه حضرتك مسؤوليه هذه التصرفات الاثيوبيه ان مش عايزه حضرتك يتم اتفاق ملزم ليها، لان هي بنت سد بدون موافقه الدول المصب مصر والسودان على النيل الازرق، وده حضرتك بيمثل اكثر من 80% من مياه نهر النيل عندنا في مصر. فحضرتك ده ما ينفعش هذا الكلام، وان مصر تقدر تتصرف منفرده وتقدر حضرتك تزيل كل هذه العوائق، بس مصر لازم حضرتك بتحط البلاد
في موقعها ومش تشتغل لوحدها، احنا جزء من العالم، ملتزمين بقواعد العالم، ملتزمين بقواعد مجلس الامن. بس حضرتك ساعه ما هيحصل ان الميه هتنقص قطعه واحده من حقنا هينقص، مش هنسكت. صحيح. بس ساعتها هيحصل عواقب وخيمه، هيحصل اضطراب في المنطقه كلها، مفيش بلد هتنفد منه، مفيش بلد هتنقى عن ذلك، عن انها تتقصى، جميع الاقتصاد العالمي هيتقصى. نعم. حضرتك فما ينفعش، حضرتك منطقه القرن الافريقي منطقه حيويه وفيها حضرتك اضطرابات، هي مضطربه خلقه مش ناقصه. فحضرتك لما يجي حد بيعبس بذلك انه حضرتك حد عنده مطامع ان هو بيقول لك انا ملك اثيوبيا وهقعد حضرتك هبقى ملك اثيوبيا وبعمل ده كله، اللي بيقاوموا من التجاريه فراح داخل حضرتك موت فيها 150,000 وطلع منها، جه مصر الاول ويقول لك انا من الاومو، الاومو دول حضرتك شعب مسلم، هو ابوه هو اسمه ابي احمد علي، فابوه احمد علي واخ ليه اسمه مش عارف ايه، كانوا حضرتك الاثنين في جبهه تحرير اوميا الاول، فداخل حضرتك على انه من اوميا، وبعديها راح سايب الاوميا، والدته من الامهار، اول ما كبر راح بايع اوميا خالص، وراح بايع حضرتك كان في جبهه التحرير بتاعتها، حضرتك اول ما وصل في الجيش هناك وابتدى يتضاهر باع الارض بتاعتها للامهار عشان يوسعوا اديس ابابا. يعني حضرتك ما عندوش، ما فيش مبدا، حتى جه هنا وتعهد ووقف وحلف وادى، قال لك انا بتعهد وبحلف انه ما فيش ده هيقع. خلاص، وحضرتك بعد كده عايز يتنصل من وعوده، حضرتك مضى على اتفاقيه ان هو هيلتزم بالبنود ديت وهيعمل وهيعمل وما فيش ده هيقع، وانه هيلتزم بالاتفاقات انه هيوهينا حضرتك الرسومات بتاعت السد نشوف امانه، لان ممكن حضرتك 40 مليون سوداني يختفوا حضرتك من على وش الارض، حضرتك لو السد ده اتهد، السد ده ما بيستحملش زلازل خالص ولا واحد رغطه، واحد رغطه بعد ما يتملي ممكن يتهد. فحضرتك يعني مكانه اساسا حضرتك مش مكان حاجه خالص، لان هو سد مش هيشتغل ولا كهربا ولا هيشتغل تخزين، هتخزن ميه تعمل بها ايه؟ هتطلع فوق الجبل، هتطلع فوق مثلا 2000 متر هتاخدها، ما انت عندك انهار، انت عارف انه نهر النيل الازرق بحيره تانا بتديك كام في الميه؟ اللي هي اساسا هناك اللي موجوده في فوق خالص في اثيوبيا في اهوميا من فوق 5% بس. انما حضرتك في 50 رافض بيمدوا، ربنا بيجيب له الميه من الجبال. صحيح. حضرتك منحدرات عنيفه الجبال بتخبط فيها السحب وتنزل الميه، فحضرتك غير قابل للمنع، ما ينفعش. بيقول لك هبني على كل فرع سد، ابني، هتحتاج الميه في ايه؟ صحيح. يعني حتى لو معاك فلوس وبتبني هتحجز الميه تعمل بيها ايه؟ والميه هيتملي الخزان وتنزل برضه. فحضرتك اللي بتعمله ده ما هو الا عدائيه، وحضرتك استغلال سياسي للمياه عشان تملي ارادتك، اراده اللي بيقولوا لك اعمل كده. تمام. فاللي بيقولوا له اعمل كده ده خطر على العالم، ما ينفعش. فاحنا شفنا القرار بتاع حضرتك الاجتماع الطارئ للوزراء الخارجيه العرب، السيد الامين منظمه بتاع حضرتك وزراء الخارجيه العرب، كان الوزير وزير الخارجيه القطري موجود، والسيد السفير احمد ابو الغيط. نعم. حضرتك فامين جامعه الدول العربيه راحوا مدلين بالقرار بتاعهم وقالوا ان احنا بنرفع حضرتك البلاد العربيه كلها، الاجماع العربي ده ما حصلش من حرب 73 لغايه الان، فحضرتك نفس الاجماع العربي انه بيرفعوا القضيه ديت لمجلس الامن لوضعه لتحديد ميعاد حضرتك لجلسه ووضعه في الصوره بتاعتها. حتى حضرتك لو ما تمش في مجلس الامن حضرتك ان احنا نشوف الموضوع ده دلوقتي ورجعت مفاوضات او رجع حضرتك، احنا حطينا العالم في المسؤوليه بتاعته اللي يتحمل المسؤوليه بتاعته، وبعد كده عشان حضرتك بعد كده خساير في الارواح، بلاد تغاء. صحيح. حضرتك مش هنقدر نتحكم فيها لان الا الميه. طب هل في ضرر دلوقتي واقع علينا
ميه بتتمنع من عندنا، لو في نقطه ميه هتتمنع حضرتك مش هينفع نسكت خالص. فلغايه الان احنا ما فيش تاثير واضح علينا، وحضرتك احنا عندنا بحيرة السد العالي ومش مستنيين بحيرة السد العالي. احنا حضرتك لا، احنا تدفقات النيل اللاذقة زي ما هي ما اتمنعتش حضرتك. هم فاهم كويس ابي احمد، عشان كده هو متاخر في تعليه السد عشان ما ياثرش على الميه اللي جايه مصر، لانه عنده الخط الاحمر والتهديد قائم بهذا الموضوع. بعدها على طول حضرتك راحت اثيوبيا رافضه قرارات جامعه الدول العربيه. تمام. وقالت انا مش ماليش دعوه بالقرارات ديت، وانا في منظمه الايه؟ المنظمه الافريقيه. طب ما احنا بقالنا سنه في حكايه الافريقيا ديت، حضرتك ما عملناش حاجه. فهو بيراوغ حضرتك، المعوغات دي ما شفناهاش خالص الا في المشاكل بتاع الطابه ومشاكل بتاع، ما شفناش المعوغات دي قبل كده خالص. فاحنا تحت المظله العربيه حاليا قلنا له لا، فراحت حضرتك عملنا اجتماع مجلس التعاون الخليجي، اجتمعوا وحضرتك طلعوا قرار قوي بيلزم الاعضاء بتوع مجلس التعاون الخليجي انه حضرتك الامن القومي المصري هو من الامن القومي الخليجي والامن القومي العربي. ده معناه انه حضرتك هتتاثر الاستثمارات بتاعت اثيوبيا، استثمارات دول الخليج في اثيوبيا هتتاثر. ما ينفعش هذا الكلام. كان النهارده وزير الخارجيه السعودي في مصر بيؤكد على ذلك، ومصر بتؤكد كذلك على انه حضرتك الامن القومي الخليجي، امن الخليج من الامن القومي العربي ومن الامن القومي المصري، وهم بيأكدوا ان امن النيل الامن المائي المصري من الامن القومي العربي. فحضرتك احنا شايفين الصوره حضرتك مبشره. ان شاء الله الدول العربيه دول قويه. حضرتك احنا مصر جيشها قوي، وحضرتك شعبها قوي، ورئيسها ما شاء الله قوي. ما حضرتك ما حدش هيعرف يلعب معانا. وهو قال ما فيش يعني بينصح، بيقول انصح اي بلد انها ما تتلعبش مع مصر في الميه، لانه مش هينفع تلعبوا في الميه، لان ده خط احمر وهيحصل مشاكل، لان مصر هتطول اي حد يدخل في هذا الملف. واحنا شايفين قدامنا حضرتك لغايه الان، حضرتك ليبيا الخط الاحمر حد مسه؟ لا طبعا. طيب تركيا كانت هناك لسه من اسبوع، وحضرتك ابتدى برضه مش بتقول انا مش قوات اجنبيه ومش عارف ايه، بس الخط الاحمر ايه؟ الخط الاحمر في ليبيا هو البترول الليبي للشعب الليبي. مش حدش مس حضرتك البترول الليبي صحيح. الا وكان رئيس المخابرات النهارده اللي هو عباس كامل كان موجود في ليبيا حضرتك مع رئيس الوزراء، بيتكلموا مع بعض وبيشوفوا حضرتك تنسيق العلاقات مع بعض. فحضرتك ليبيا ما حدش هيقدر يمسها. صحيح. حضرتك بنشوف في الشارع القضيه الفلسطينيه بتتحرك، ومهما حتى حصل شويه ايه مشاكل، انما ما زالت حضرتك بنعمل اعاده اعمار، وهنشوف دلوقتي اعاده الاعمار وهنشوف هذا الموضوع. حضرتك وموجود حضرتك غزه، ما حدش هيقدر حضرتك العمال المصريين هناك ما حدش يقدر يمسهم. حضرتك المعدات بتاعتنا هناك، اعاده الاعمار شغال وفي تفاهمات قويه من ذلك، وبنشوف حضرتك احنا فرحانين جدا بهذا الموضوع، والشعب الفلسطيني فرحان بهذا الموضوع. صحيح. وان شاء الله نوصل لحل الدولتين ونتطور في العلاقات دي. حضرتك على الشمال حضرتك البحر المتوسط، الامن المصري حضرتك بنشوف البحريه المصريه بتؤدي اعمال عظيمه انها بتحرر الشرق المتوسط كله، وحصل حقول للغاز المصريه والحقوق المصريه في البحر المتوسط. صحيح. احنا حضرتك الكلام ده مش سهل، الكلام ده في الوقت ده مش سهل. نعم. في ظل حضرتك التغيرات العالميه ديت موضوع صعب جدا، وموضوع حضرتك لولا انك قويه ما كنتيش حضرتك صمتي في ذلك. صحيح. انا ما حدش يقدر يقهر. نعم. لانه اللي هيقهب هيتشال من على وش الارض. الكلمه دي مهمه جدا، لانه يبقى مفهوم اللي هيقهب من مصر او من دول الخليج هيتشال من على وش الارض. طيب خلينا نشوف مع حضرتك، احنا مجهزين فيديو، خلينا نشوفه وناخد تعليق حضرتك عليه. نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. شفنا مع بعض ومع حضراتكم الفيديو اللي فات، وعايزين تعليق من حضرتك يا دكتور على الفيديو ده. حضرتك احنا قلنا انه حضرتك بالنسبه للاتحاد الاوروبي، حضرتك كان وزير خارجيه لوكسمبورغ هنا جه واجتمع مع السيد وزير الخارجيه، وحضرتك كان حضرتك الاتحاد الاوروبي مساند لمصر ومتفهم القضيه. الاتحاد الاوروبي من مصلحته مصر القوية ده أولا، وبنشوف حضرتك اتفاقيات السلاح حتى أما حد من القوى العظمى ولا أي حاجة بيأثر معانا في السلاح، وحصل شوية اضطرابات الاتحاد الأوروبي ما سكتش. فأنصح حضرتك
حضرتك في اتفاقية تعاون استراتيجي، وقالوا حضرتك قبل كده قالوا ان حضرتك الامن القومي المصري من الامن القومي الاوروبي، ده حضرتك اعلنت كده حضرتك بالنسبة للرئيس الفرنسي قالوا هذا الكلام ساعة ما كان الرئيس هناك. فحضرتك ده معناه في اتفاقيات حضرتك مع الاتحاد الاوروبي حضرتك في تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في الطائرات الرافال، حضرتك في حضرتك حملات الطائرات، شفنا حضرتك التوربيدات، وشفنا حضرتك بالنسبه للقوى البحريه اللي بناخدها من ايطاليا، شفنا الغواصات الالمانيه، حضرتك ده اخر ما توصل اليه حضرتك سلاح الجو الالماني مثلا. نعم. في الغواصات حضرتك دي اسلحه متطوره حضرتك بتتعطى للدول اللي حضرتك حريصه على هذا السلاح، وحضرتك بتؤدي دور في العالم لا يمكن الاستغناء عنه، مش حاجه كده يعني حضرتك بسيط. مصر قويه، مصر موقعها استراتيجي، مصر بتدافع عن حضرتك، هي في قلب العالم الان. اما شفنا حروب الجيل الخامس كانت هتمس الدول الاوروبيه، ومصر حضرتك انها وقدت هذه الفتنه وانهتها، حضرتك اتكسرت فتنه حروب الجيل الخامس اللي كانت متموله من بعض البلاد بتريليون دولار، حضرتك كانت مبالغ رهيبه كانت بتنفق حضرتك على انهيار البلاد كلها، بلاد الدول العربيه، وكانت رايحه حضرتك على البلاد الاوروبيه. فحضرتك دي حضرتك اتكسرت على اسوار القاهره هنا واسوار مصر، اتكسرت حضرتك في على اسوار المخابرات المصريه. فده حضرتك مش سهل، ده مقدر من بلاد العالم حضرتك، ده مفهوم كويس. فبنقول انه اثيوبيا دي اخر واقعه في حروب الجيل الخامس موجوده. اثيوبيا ما هي الا فايدتها حاجه واحده، فايدتها انها بتفقد المواطن المصري ثقته في جيشه. لا، المواطن المصري مهما عمله هو عارف جيشه قوته قد ايه، شايف بعينه السلاح حضرتك اللي عندنا السلاح حضرتك، كل ما بنجيب قطعه حضرتك يا رئيس بنشوفها. صحيح. وبنفتتحها وبنشوف المناورات. شفنا حضرتك مناورات حماه النيل المناورات ديت كانت عباره عن حضرتك اعداد معركه، عباره عن حرب. حضرتك شفنا اتفاقيات دفاع مشترك او اتفاقيات حربيه مع اوغندا ومع بوروندي ومع كينيا، مع كل حضرتك الدول المحيطه باثيوبيا. فمصر حضرتك دراعها طايلة، ومصر طايلة أي حاجة هتقدر تتصرف فيها. فالبلاد اللي حضرتك الأوروبية فاهمة ذلك، العالم كله فاهم ذلك، روسيا فاهمة ذلك. وإن كان إن حضرتك مثلا بنأجل المواضيع ديت، فده لأنه فاهمين كويس أبي أحمد بيعمل ليه كده، وفاهمين إنه اللي بيعمله ده ملوش أي لازمة، التصريحات بتاعته دي ملهاش أي لازمة. هو حضرتك عبارة عن مش رجل عسكري حضرتك، ده هو ده كده حضرتك دخل في الجيش الاثيوبي كده من غير كليه حربيه ومن غير حاجه، فلا يفهم يعني ايه حرب، مش فاهم. صحيح. فحضرتك بيتصرف تصرفات صبيانيه. ده التصرفات اللي بيعملها دي، التصريحات دي مفيش دوله بتدي 99 تصريح في اليوم وتكمل ال 100 تاني يوم الصبح. ده مفيش بلد بتعمل كده. فهو حضرتك ده احسن حاجه لا يتم السماع للتصريحات بتاعته، مش هيقدر يعمل اي حاجه، وساعه ما هيعمل العلاج موجود، الدواء موجود. صحيح. الدواء موجود عند الجيش المصري باذن الله. طيب خلينا ناخد مع حضرتك الفيديو الجاي ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. شفنا مع بعض الفيديو ده، وكمان سمعنا اغنيه للفنانه انغام، الحقيقه يعني صحت جوانا حاجات وحنين لذكريات 73 ولحظات اسر فيها واغتصاب أرض مصرية، ولكن في خلال 6 ساعات قدرنا نسترد الأرض المصرية دي، وكمان قدرنا نحقق المعجزة العسكرية اللي كل العالم بيتكلم عليها لحد الآن. دكتور، لو اتكلمنا عن الفيديو اللي قبل الأغنية، رأي حضرتك وتعليق حضرتك عليه؟ أول حاجة أن هي فعلا مصر بتكبر، فعشان كده الأحقاد عليها بتكتر. نعم. حضرتك مصر منتدى غاز شرق المتوسط. نعم. مصر بقت حضرتك القناه محور قناه السويس. محور قناه السويس ده مش حاجه سهله اصلا، الناس حضرتك برضو يعني احنا هنشوفه دلوقتي، هنشوف محور قناه السويس، وهنشوف حضرتك كميه المشروعات وكميه المواني وكميه ده لوحده حضرتك عايز 50 سنه عشان يتبني. اتعمل ازاي ده في السنتين اللي فاتوا حضرتك ما تعرفيش. صحيح.
يعني حضرتك اما نشوف كميه الـ 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 المواني وكميه حضرتك الاستثمارات وكميه حضرتك العظمه اللي موجوده صحيح. حاجه 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 حضرتك حاجه مهيبه حاجه مهيبه يعني دي دوله لوحدها صحيح. يعني سويس كانال زون ده لوحده ده دوله ده دوله لوحده حضرتك ايه ده فحضرتك مصر بتكبر مصر فالبلاد العربيه عارفه كده كويس وعشان كده حضرتك اللحمه العربيه بتزيد بنشوف لبنان بتتعرض لمشكله دلوقتي برضو سببها المباشر ايران عشان نيجي من الاخر فحضرتك احنا شايفين ايران لما بتعبس ببلد بتعمل فيها ايه فحضرتك لابد من الشعب اللبناني انه يتكاتف مصر مش سايباه يعني مصر اللي حضرتك في سفينه من حضرتك من سينا من ميناء الديبيه في سينا راحت حضرتك الايه حضرتك راحت عشان تودي حضرتك مساعدات للشعب اللبناني الشعب اللبناني كان في حضرتك النهارده اجتماع علشان حضرتك 20 بلد بتساعد الجيش اللبناني عشان تحمي الجيش اللبناني من الانهيار بنقول ان المفروض ده البلاد العربيه والجامع الدول العربيه اولى بذلك حاليا يعني المفترض ان احنا نقف جنب لبنان وننقذها لان لبنان جزء عزيز مننا هو حضرتك برضه في الامن القومي العربي بيحمي الجزء الشمالي مننا فحضرتك مش عايزينه ينهار وعايزين الشعب اللبناني المفروض يقف وجيشه ده مهم جدا الجيش الوطني اللبناني الشعب اللبناني مطالب بالوقوف خلفه عشان هو ده اللي باقي له مش حاجه تانية اي حد بيحاول يعمل شق الصف في لبنان هو حضرتك مش عايز مصلحة لبنان عايز مصلحة دولة تانية نفس اللي كان بيحصل حضرتك نفس الفكر بتاع مثلا الإخوان انت حضرتك فهو عنده حضرتك قومية بتاعته قومية الإخوان هناك برضو قومية بتاعتهم حضرتك قومية إيران لا حضرتك لبنان أولا لبنان الشعب يصطفل مع بعضه الشعب اللبناني المفروض يتماسك وحضرتك يعدي هذه المرحلة لابد انه يشوفوا حضرتك تحرير الاقتصاد لا لازم الاقتصاد يتحرر لازم حضرتك الدعم يتشال علشان حضرتك يبتدي الدولار يظهر لانه بالطريقه ديت ما ينفعش صحيح. ما ينفعش يبقى 14000 ليره للدولار احنا كده في حضرتك عند عشان كده بنقول الحمد لله رب العالمين في مصر على القياده السياسيه بتاعتنا اللي انقذت مصر من الوقوع في هذا الموضوع شفنا الملف الاقتصادي اما حضرتك اتمسك والرئيس قال تحمله شويه صحيح. وفي خلال سنه ولا سنتين بقى في تحرير لسعر الصرف بحيث ان الدولار في كل البلاد بيزيد الا في مصر بينخفض هو واقف حضرتك ده الفايده بتقل ليه؟ لانه الاقتصاد قوي ده كل حضرتك ما الاقتصاد يبقى قوي العمله بتاعتك قيمتها بتعلى والفايده عليها بتقل صحيح. لانك مش محتاجه تعلي الفايده في حضرتك اموال جايه كتيره حضرتك شفنا الاحتياطي بتاعنا 40 مليار دولار وشفنا حضرتك سداد 20 مليار دولار السنه دي للسنه اللي فاتت لحضرتك من القروض بتاعتنا فالاقتصاد المصري قوي والناس كلها بتتنافس على انها بتستثمر احنا حضرتك روسيا دافعه لغايه دلوقتي 6 مليار في الـ في الـ في الـ في المنطقه الاقتصاديه بتاعتها ودافعاهم حضرتك بولندا ابتدت بتتفق وهتيجي ده كله كويس قوي ابتدى حضرتك في رجال اعمال مصريين بياخدوا حضرتك في مصانع برضه حضرتك مصريه حضرتك مصانع الاسمده وحضرتك الدوله عامله هنشوف الفيديو بتاع السويس كانال زون ده ونتكلم ان شاء الله طيب خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك الحقيقه اللي هيسالنا عن سبب عرض الفيديو ده دلوقتي هقول حاجه واحده هقول ان لما بيحصل ازمه زي اللي موجوده في مصر وقلق من المصريين على الميه بتاعتهم وعلى شريان الحياه فبنقول ان المشاريع اللي بتتم دي بتقول لك ان القياده السياسيه في بلدك والرئيس عبد الفتاح السيسي ماشي على خطى ثابته وعمره في حياته ما قرر او ما الخوف عرف لقلبه مكانه او عرف لقلبه طريق فمن فضلك خلي عندك ثقة وإيمان في كل قرار بياخده أو بتاخده القيادة السياسية في مصر لأن القيادة السياسية اللي خدت الخطوات وخدت القرارات إنها
تبني وتعمر زي ما شفنا في التقرير اللي فات ده كله، وتعمل كباري وتعمل منشآت وتعمل وتبني بنية تحتية، لأن مش هنضحك على بعض، احنا عارفين ان الرئيس استلم البلد واحنا عندنا بنية تحتية متدمرة. فالناس اللي بتسأل على الكباري وبتسأل على كل شوية كوبري وطريق، كل شوية كوبري وطريق، ومصر مشهورة بكباريها. مع حضرتك كنت بتشتكي زمان ان انت ما بتعرفش توصل وبتقعد 3 4 ساعات، والناس اللي بتتكلم على القطار السريع والمونوريل، كل ده انت بتروح من هنا لاسكندرية في 3 ساعات، القطر هياخدك او المونوريل هياخدك من هنا لاسكندرية في حوالي 40 45 دقيقة. كل اللي احنا بنعرضه في خلال كلام جديد ما هو الا رسالة لكل دخل في قلبه الشك عن اللي بيحصل حواليه، او سمع كلمتين من ناس اعداء البلد او اهل الشر زي ما الرئيس بيسميهم. هنا في كلام جديد بنقول لك لا، طمن، انت عندك قيادة سياسية ماشية على خطى ثابتة، عندها رؤية واضحة، مش بس ل5 سنين ولا ل10 سنين، ده احنا عندنا رؤية واضحة ل20 و30 سنة قدام. دكتور، الفيديو ده ملخص للخطوات الثابتة اللي حطاها او اللي حطتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارض مصر نحو التنمية. هو الفيديو ده هو بيبين لك المشكلة فين. نعم. هي دي المشكلة. هي ده اللي مضايق الناس. هو اللي بيحصل ده هو اللي مضايق الناس. هو ده اللي عامل عداوات، هو ده اللي عامل حقد في قلوب الناس. ان مصر حضرتك بتنطلق، مصر محدش هيقدر يوقفها تاني. فحضرتك هل مصر هي دي مصر اللي هتنطلق؟ اه، مصر هي دي اللي هتنطلق. طب عايزين نوقفها؟ مش هتقدروا. مش هتقدروا ليه؟ لانه ربنا حاميها وربنا مسخر لها جيش قوي. حضرتك عندنا ما يكفل التوازن والحمايه لمصر، بحيث انه اي حد هيقهب من مصر هيتشال من على وش الارض. واحنا شفنا قوه مصر ايه هي. مصر مش زي مصر، مصر دي جمهوريه تانية. يعني ايه جمهوريه تانية؟ يعني مش هي دي مصر اللي انتوا كنتوا بتشوفوا رد الفعل بتاعها زمان. مش دي مصر 67، دي مصر 73 وما بعد 73. دي مصر العبور الثاني اللي كل يوم عمالين نعبر ونشوف ايه اللي بيحصل. فمش هيتكهر تاني انكسار هذا البلد. فهائيس بيقول لك مصر مش هتتكسر تاني. حضرتك الاحساس اللي حسيناه يوم 67 مش هنحسه تاني. صح، ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله باذن الله تعالى حضرتك مصر ربنا كفيل بحمايتها، ومسخر الجيش المصري بسلاحه وبمعداته وبالقياده الحكيمه. حضرتك القياده نص اللي عمل الجيش هو قياده. حضرتك القياده الحكيمه اللي بتعرف توجه الدفه، اللي بتعرف تنتصر في المعارك، اللي تعرف تنتصر بحضرتك بدون اطلاق رصاصه واحده، انها تعرف تاخد حقها كويس، لان القويه القوه حضرتك بتجيب الحقوق من غير حضرتك ما تخسري اي حاجه. صحيح. ده اول حاجه. تاني حاجه، احنا شفنا حضرتك النهضه ديت. بقول لحضرتك اللي انت شفتيه ده بلد تانية، دي جمهوريه تانية لوحدها. اذا كان بقى معاكي النشاط ده في حته واحده، وعندك حضرتك منطقة صناعية في كل بلد، في كل مدينة، في كل محافظة، حضرتك شفت حضرتك الشبق البترول، حضرتك عندك خطوط سمد اللي بينقل حضرتك من البحر الأحمر، حضرتك بتنقل من عين السخنة حضرتك الإسكندرية للتصدير، عشان حضرتك الناقلات العملاقة بتفضي وحضرتك بتعبي من البحر المتوسط، في عندك حضرتك ناقلات عملاقة ما بتدخلش حتى قناة السويس بعد التوسعة. حضرتك عندك خطين. صحيح. بتفضي فيهم. حضرتك حاولت بلاد تانية بتعمل خط زي كده عملوه في اسرائيل، ما نفعش، لان حضرتك ما يخلصش الناقله ديت. حضرتك عامله حسابك على ذلك وعامله خطين ماشيين لغايه سومت، لغايه ما تفضي وتملى هناك برضه حضرتك في ميناء سيدي كرير وميناء اسكندريه وحضرتك ويتصدى. فحضرتك انت نفط شغاله. صحيح. نقل حضرتك عن طريقك. حضرتك الغاز لازم يجي عندك يتسال في المصانع اللي انت عاملاها، وسبقت الزمن بالمصانع دي، عاملاها مصانع اساله. فحضرتك مسيطره على البترول، على الغاز، حضرتك على الصناعه، هتبتدي حضرتك مناطق صناعيه جباره، هيجي العالم عندك، لانك عامله حضرتك جماهج زيرو
للمواد الخام اللي جايه. طب عبور قناه السويس عشان توصل للمناطق الصناعيه ديت هنخفض لك الرسوم خالص. طب ضهايب هنقلل الضهايب. طب قصاد ايه؟ 90% من العماله لازم عماله مصريه. فشايف الرئيس بيفكر في ايه؟ بيعمل الكلام ده عشان يشغل الشباب بتاعه. طيب معانا فيديو مهم عايزين ناخده الاول، استاذنك هناخد الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دكتور عايز اخد تعليق من حضرتك على الفيديو ده. احنا الكلام اللي قلناه مرتبط برضه حضرتك بنفس الكلام دوت. الكلام ده ان باكستان حضرتك قوة اقليمية كبيرة. نعم. قوة نووية. حضرتك بلد اسلامي. نعم. بتربطنا بيه علاقات كبيرة. من ايام حضرتك الرئيس ضياء الحق ايامها رئيس السادات وحضرتك الملك فيصل. انه حضرتك تم تعاون بين الملك فيصل وبين ضياء الحق وحضرتك مع رئيس السادات انتاج حضرتك القنبلة النووية الباكستانية، وده كان مشروع باكستاني وحضرتك بنفخر بيه كلها لانه حضرتك قوة اقليمية موجودة وقوة حضرتك معانا. نعم. حضرتك ميناء جوادة اتعمل حضرتك في باكستان عشان احياء طريق الحي القديم. ميناء جوادة وكل الطريق ده مرتبط بأمن قناة السويس وبأمن مصر وبأمن الإقليم المصري. صحيح. فإحنا بنقول لأي واحد عايز يعبث بالأمن القومي العربي أو الأمن القومي المصري مش هتقدر. فربنا يهديك كده وتهدى علشان حضرتك إيه، لأنه مش حكاية إن أنت عايز تتحدى. صحيح. مصر وعايز تتحدى العرب. الحرب مش سد، الحرب حضرتك انهيار، الحرب عبارة عن اثيوبيا كلها. صحيح. حضرتك هتتحارب. مش 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 حكايه سد هتضربه بقنبله تروح بنيه وبني سد تاني. صحيح. لا، هيحصل حل لمشكله المياه. عشان ما تستغلش سياسيا، وتعرف انه مش اي بلد اللي تستغل المياه معاها سياسيا. صحيح. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحلقه دي، وان شاء الله هنكمل كلامنا في الحلقه الجايه عن اللي بيحصل في مصر والاخبار واحدث التطورات اللي وصلت لها، طبعا قضيه سد النهضه، وان شاء الله نشوف حضرتك الحلقه الجايه على خير. بشكر حضراتكم على المتابعه الرائعه، وبشكر استاذ واستاذي طبعا وضيفي الكريم والكبير الاستاذ الدكتور محمد ابو القاسم، استاذ امراض النساء والتوليد وعلاج العقم، ومفوض حمل الدعم مؤسسات الدوله في الفيوم. طبعا لازم نختم ونقول تحيا مصر في نهايه الحلقه. خليني اسيبكم مع يعني اغنيه ختام زي ما سمعناها من شويه. خلينا نسمع انغام كده وهي خير ختام للحلقه دي. اسيبكم مع انغام ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله يوم الخميس الجاي الساعه 12 مساء. على كل خير وصحه وسلام.